بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ معا بحل ورقة عمل 4. السؤال الأول: افتحي المشروع ويلكم. يوجد أكثر من طريقة، إما من قائمة فايل نختار الأمر Open Project، أو من جزء Recent Projects نضغط مباشرة على اسم المشروع. بعد الضغط على اسم المشروع يظهر في قائمة Solution اسم الفورم Form 1، نضغط ضغطة مزدوجة. السؤال الثاني: اضبطي خصائص الكائنات بحيث في هذا الجزء وهو أداة Picture Box تظهر صورة ساعة. يوجد أكثر من طريقة لعمل هذا، إما بالضغط على السهم الصغير ونختار Choose Image، ثم نضغط Local Resource، ثم زر Import ونختار الصورة من المجلد المطلوب، ثم نضغط زر موافق، أو من جزء Properties Window جزء الخصائص نختار خاصية الإيمج ونضغط على 3 نقاط بجوار إيمج ونختار الصورة بنفس الطريقة. لجعل الصورة تظهر كاملة نضغط على السهم الصغير ونختار من خاصية Size Mode الاختيار Stretch Image. نحدد على الكائن Form 1 ومن خاصية التكست نكتب برنامج التوقيت. نلاحظ ظهور النص برنامج التوقيت ناحية اليسار. لجعل هذا النص يظهر باتجاه اليمين نختار من جزء Properties Window خاصية Right to Left، نجعل هذه الخاصية الاختيار Yes. نحدد على الكائن Label 1 وأيضا من خاصية التكست وهي الخاصية المسؤولة عن النص الذي يظهر على الكائن نكتب الوقت الحالي. وبنفس الطريقة نحدد الكائن Label 3 ونكتب التاريخ الحالي. نحدد على الكائن Bottom 1 ونكتب خروج، ولتغيير الخط لجميع هذه الكائنات نحدد على هذه الكائنات دفعة واحدة بالسحب والإفلات ونختار من خاصية فونت، نضغط على 3 نقاط بجوار خاصية الفونت، نختار بولد أسود عريض، ثم نختار حجم الخط 10 ونختار نوع الخط تهوما ونضغط موافق. يظهر الفورم بهذا الشكل، نضغط حفظ لحفظ التعديلات.